رجاء عبد الحميد من نجمات زمن الفن الجميل التي لم يستطيعوا أن يحققوا أي شهرة أو نجومية، ولم ينالوا أيضا أي أدوار مطلقة رغم موهبتهم المتميزة، إلا أنه ظلوا طوال مسيرتهم الفنية سواء كانت طويلة أو قصيرة حبيسين الأدوار الثانوية، كما وتعتبر إحدى الفنانات المنسيات رغم بدايتها في أواخر الـ30ينات ومشاركتها مع عمالقة الفن في ذلك الوقت مثل فاتن حمامة وغيرها، إلا أنها اختفت فجأة ولم يعلم عنها أي شيء منذ 70ينات القرن الماضي. الفنانة رجاء عبد الحميد من مواليد عام 1912، وليس هناك معلومات متوفرة عنها كحال نجوم الصف الثاني، سواء عن أسرتها أو نشأتها أو دراستها أو حتى كيف دخلت مجال الفن. وكانت بداية ظهور الفنانة رجاء عبد الحميد من خلال دور خديجة في فيلم قيس وليلى عام 1939 مع كل من بدر لامع وأمينة رزق والمخرج إبراهيم لامع وهي في عمر 27، ولكن بعد هذا الفيلم ابتعدت عن السينما أكثر من 12 عام لتعود عبد الحميد عام 1951 وتشارك في فيلم أنا بنت ناس مع فاتن حمامة ومحسن سرحان وماجدة وشكوكو وشكري سرحان وإخراج حسن الإمام، حيث قدمت دور راقصة. ويرجح البعض أن اختفائها طوال هذه السنين هو انضمامها لأكثر من فرق مسرحية، ولا يمكن أن ننسى أنها اشتهرت في معظم أعمالها السينمائية بأداء دور الداية. انتقلت بعد ذلك الفنانة رجاء عبد الحميد إلى الدراما خلال فترة الـ60ينات وبالتحديد عام 1965، حيث شاركت في مسلسل المنتصرون مع الفنان حسن عبدين، وتوالت بعد ذلك أعمالها الفنية حتى وصل رصيدها الفني إلى ما يقارب من 25 عمل كان آخرها في عام 1975. شاركت الفنانة رجاء عبد الحميد في السينما في 13 فيلم سينمائي، وهما سيجارة وكاس، الجسد، حب في الظلام، احترسي من الحب، الجريمة والعقاب، الحب العظيم، لقمة العيش، اسماعيل ياسين في السجن، مبكى العشاء، اغلى من حياتي، ثلاث قصص، غدا يعود الحب، كانت ايام. اما في المسرح فلم يذكر ان الفنانة رجاء عبد الحميد قد شاركت في اي اعمال مسرحية إلا دورها في مسرحية ذات البيجامة الحمراء مع قيلة راتب وأبو بكر عزت وعبد المنعم مدبولي ونجوى سالم، وذلك عام 1967. وفي التلفزيون قدمت 5 أعمال درامية وهما الكنز، بيار الملح، عادات وتقاليد، الخماسين، الحائرة، إلى جانب مشاركتها في تمثيلية بعنوان البواب وسبعية بعنوان الليل والبراري مع رشوان توفيق وليلى طاهر وصهير فخري. وشهد عام 1975 آخر أعمال الفنانة رجاء عبد الحميد، وهو فيلم يا رب توبة مع النجم رشدي أباظة ونور الشريف وحسين فهمي وصهير المرشدي، وقامت فيه بدور الداية لتختتم بتلك الشخصية التي اشتهرت بها مسيرتها الفنية. في منتصف الـ70ينات وبعد آخر أعمالها الفنية اختفت الفنانة رجاء عبد الحميد عن الساحة الفنية بعد مسيرة فنية طويلة استمرت لأكثر من 40 عام، ولا توجد عنها أي معلومات تؤكد رحيلها أو بقائها على قيد الحياة حتى يومنا هذا وأسباب اختفائها. ولكن من المرجح جدا أن الفنانة رجاء عبد الحميد قد توفيت، ولكن في أي عام بالتحديد فلا نعلم، حيث أنها اليوم تكون قد تخطت عامها الـ110.